مش هتتجوزي، وانا اللي هتجوزه، وانا اللي هفوز بقلبه. كنت كل ما اشوفهم مع بعض اتخيل انها بتقولي كده. قبل ما اقول لكم مين دي، تعالوا اعرفكم بنفسي الاول. انا شيماء، عندي 25 سنة، عايشة في أسرة ميسورة الحال، وليا أختين توأم، الأولى اسمها رنا والتانية اسمها ميرنا. إحنا التلت بنات اللي أبويا وأمي طلعوا بيهم من الدنيا، بس للأسف بما إني أنا الكبيرة زي ما تقولوا كده، كنت حمالة الأسية، كل حاجة أنا اللي بكون شايلها على دماغي. إنما ميرنا ورنا هما اللي كانوا متدلعين علشان الصغيرين، وبالذات بقى أختي رنا. وفي يوم كنت قاعدة في أوضتي، لقيت أمي داخلة وهي فرحانة وبتقول: محمد جارنا جاي يطلب إيد واحدة فيكم يا بنات، افرحوا وجهزوا نفسكم بسرعة يلا. فرحت قوي وقلت لها: بجد يا أمي؟ آه يا حبيبتي. وجاي يطلب إيد مين فينا يا ماما؟ جاي يطلب إيد أختك رنا. وقفت في مكاني من الصدمة. وبعد ما أمي خرجت من الأوضة هي ورنا، لقيت ميرنا أختي قربت عليا واتكلمت وقالت: ما تزعليش، كل شيء مقدر ومكتوب، أنا عارفة أنك بتحبيه وبقالك سنين، بس ما تزعليش، يمكن ربنا يعوضك باللي أحسن منه. رديت عليها بقلة حيلة وقلت: هو أنا دايما كده، حظي زي الزفت، أنا عارفة أنتوا اللي ارتحتوا، انتوا اللي واخدين الدلع والاهتمام كله، وحتى في الجواز العريس هو اللي يختار رنا، ما يختارنيش انا، رغم اني انا اللي بحبه وانا اللي كنت معاه في الكليه. ده كله نصيب يا حبيبتي، ودي كلها اقدار، ما تعترضيش على نصيبك ولا على قدر ربنا، ربنا يسهل الاحوال. قلت لها كده بياس وحزن. وعدت ايام وتمت خطوبه اختي رنا على محمد اللي كان فارس أحلامي. ويوم الخطوبة وقفت وأنا بتفرج عليهم من بعيد وأنا زعلانة قوي، واتكلمت وقلت بصوت واطي لنفسي: حتى حب عمري أخدتيه مني يا رنا. ولقيت ميرنا اللي سمعتني وهي جاية من ورايا وبتقولي: ما خلاص بقى يا شوشو، مش قلنا ما تفكرش في الكلام ده، تعالي يلا نرقص مع بعض عشان خاطر أختنا ونفرحها. مشيت معاها وانا مغيبة تماما عن الوعي لحد ما وصلنا للكوشة وسلمت عليهم هما الاتنين بكسرة نفس. وبعدها اخدت اختي رنا فعلا ورقصنا معاها انا وميرنا. وبعد الخطوبة بكام يوم لقيت محمد جاي وبيقول لبابا: معلش يا عمي، انا مستعجل قوي على الفرح، انا عارف ان ده ما كانش من ضمن اتفاقنا، لكني بصراحة مش قادر استحمل بعد رنا عني طول المدة دي. وقتها استغرب بابا ورد عليه وقال له: وايه اللي خلاك تقدم الفرح يا ابني؟ احنا كنا متفقين على خطوبة سنة، والحمد لله رنا كان وشها وش السعد عليا، وجالي مبلغ كبير قوي من شغلانة كنت عاملها، ايه رأيك يا عمي بقى نقدم الفرح وخير البر عاجله؟ ورد عليه بابا: والفرحة مش سيعة. ماشي يا ابني، موافق. وجه يوم الفرح اللي كان بسيط جدا، وكان عند أهل محمد في البيت، كانت رنا ومحمد فرحانين قوي وأنا ببص لهم بانكسار. ولقيت رنا بتنادي عليا وبتقول: تعالي يا شوشو، واقفة بعيد ليه؟ ها؟ لا مفيش. وقربت عليهم وحضنت رنا أختي، وبدون إرادة مني لقيت نفسي بقول لها: أخدتيه مني ليه وانتي عارفة اني بحبه؟ ردت علي رنا بعدم فهم: انتي بتتكلمي عن ايه؟ انا مش فاهمة حاجة، أخدتي مين منك؟ اسفة يا رنا، انا مش عارفة انا قلت ايه، ربنا يسعدكم ويهنيكم يا حبيبتي. قلت كده وبعدت عنها بسرعة وخرجت. قعدت في البلكونة لوحدي ولقيت محمود ابن خالي جاي ورايا وبيتكلم وبيقول لي: في ايه يا شيماء؟ مش واقفة جنب اختك ليه النهاردة؟ وسايبة الفرح كله وجاية تقعدي في البلكونة لوحدك ليه؟ ابعد عني دلوقتي يا محمود. مالك بس يا حبيبتي، احكيلي ايه اللي مزعلك؟ اوعي تكوني زعلانة ان اختك اللي اصغر منك اتجوزت وانتي لسه. حبيبتك؟ حبيبتك مين؟ وبعدين زعلانة،
دي مش بس اتجوزت وهي اصغر مني وانا لسه ما اتخطبتش حتى، دي كمان. كمان ايه؟ مفيش يا محمود مفيش. بقولك ايه يا بنت عمي، انا هاجي اخطبك من ابوكي كمان كم يوم، انا زهقت بقى من انتظار السنين اللي فاتت دي كلها، وانا بكون نفسي علشان خاطرك وعلشان اتقدم لك. ماشي يا محمود تعال اتقدم. وافقت بصراحة وقتها لأن كان عندي يأس من الدنيا كلها، لأن محمد حبيبي راح من إيدي اللي كنت بحبه قوي من زمان، بس كان حب صامت كنت بحبه ما بيني وبين نفسي، وعمري ما عرفته أني بحبه. محمد كان قدي في السن ومعايا في كل دروسي من وأنا في ابتدائي لحد ما وصلنا للجامعة، كنت بحبه جدا، ومع ذلك راح اتجوز رنا أختي وما خدش باله من حبي. المهم ان بعد كام يوم محمود فعلا جه عندنا في البيت هو واهله، وقال لبابا ازيك يا عمي انا عاوز اخطب شيماء، وانا يشرفني يا ابني انك تكون جوز بنتي. طبعا بصراحة يا عمي انا نفسي الفرح يكون باقصى سرعة زي ما انت جوزت رنا ومحمد كده بسرعة. يا ريت والله يا ابني، بس اصبر عليا شوية، انا لسه مجوز رنا وما فقتش منها، وانت عارف مصاريف الجهاز عاملة ازاي. يعني قدامك قد ايه مثلا يا عمي؟ يعني حوالي سنتين كده. ياه كتير قوي يا ابني، انا استنيتك كتير، استنيتك اكتر من السنتين دول. هو انت فاكرني مش عارف انك كنت بتحب البنت شيماء بنتي من زمان؟ طب ده حتى محمد جوز رنا اول ما جه يتكلم معايا قال لي انه عاوز يتجوز شيماء، بس انا لما قلت له انك تعتبر خطيبها مني قال لي خلاص انا هتجوز رنا، المهم اني انا سيبكم. وقتها سمعت كلام بابا كنت مصدومة، وقلت في سري بقى كده يا بابا تحرمني من حب عمري عشان محمود الزفت ده؟ طيب انا هوريكم. ويومها دخلت علي ماما عشان تاخد رأيي في محمود، وقالت لي هيا بنتي ايه رأيك في محمود ابن عمك زينة الشباب واي بنت تتمناه؟ ماشي يا ماما انا موافقه على محمود. قلت لها كده بكل ثبات ووافقت على محمود، وتمت الخطوبه. ويوم خطوبتي اتفاجئت بخبر وحش جدا بالنسبه لي، اتفاجئت ان اختي رنا حامل، اتصدمت وقلت في سري ياه يا رنا بالسرعه دي. بصراحه ما كنتش عارفه ازعل لانهم كده صعب ينفصلوا، ولا افرح لهم انهم هيخلفوا، بس كل اللي جه في بالي وقتها اني لازم ارجع محمد تاني ليا مهما كان التمن، وعلشان اقدر ارجعه ليا اتخطبت لمحمود عشان ابعد العين عني لما نفذ اللي في بالي. وعدت شهور حمل رنا وكان محمد جنبها مش بيسيبها، وانا كنت كل ما اشوفه جنبها دمي يتحرق واتضايق، لحد ما رنا ولدت وجابت بنت، وايامها انا اللي رحت عشان اقعد معاها بعد ولادتها، ولما رحت لها اول يوم رحب بيا محمد وهو بيقول لي نورتينا والله يا شيماء، انا مش عارف اقولك ايه على خدمتك لاختك والبنتي. ابتسمت بمكر ورديت عليه دي اختي برضو يا محمد، عيب ما تقولش كده، وبعدين هو انا هخدم اعز منها ولا من بنت اختي؟ ده العشم برضو يا شيماء. ورديت بمكر وانا بحاول اجس نبضه، حلوة قوي اسمي من بقك يا محمد. ابتسم بمجاملة وقال لي بتحفظ شديد تسلمي يا رب يا شيماء. وقتها كانت رنا اختي نايمة وانا ومحمد قاعدين برا في الصالة، فاستغليت الفرصة وقلت له انا عرفت يا محمد من بابا بالصدفة انك لما جيت تتقدم لرنا كنت جاي تتقدم لي انا من الاول، بس بابا قالك اني مخطوبة لمحمود ابن عمي. رد محمد باستغراب وهو بيقولي والله يا شيماء ده موضوع قديم بقى ملوش لازمة نفتحه دلوقتي. قلت له بخنقة وضيق وليه ما نفتحوش يعني يا محمد؟ ها ليه؟ رد محمد وقال لي وهو بيحاول يتهرب مني والله عادي يعني، انت عارفة ان انا كنت معجب بيكي من ايام ما كنا مع بعض في الدروس وبعدين في الجامعة وكده، وبعدين باباكي قال لي ان محمود ابن عمك متكلم معاه عليكي وانه عاوز يتجوزك، ده بابا بيقول اللي هو عايزه يحصل، لكن بصراحة انا اصلا ما بحبش محمود ولا بطيئه.
رد محمد بصدمة وقال لي: بجد يعني انتي مش بتحبيه؟ اه انا مش بحبه خالص. امال باباكي قال لي كده ليه؟ قلت له بجد: اصل بابا وعمي في ما بينهم شغل وعاوزين يجوزوني انا ومحمود وخلاص عشان الشغل اللي ما بينهم يكمل. طب وانا ايه ذنبي وانا اصلا ما بحبهوش؟ امال بتحبي مين؟ بحبك انت يا محمد. هو وقتها سمعت صوت رنا اختي بتنادي عليا وبتقول: يا شيماء يا شيماء تعالي علشان عاوزة ادخل الحمام، تعالي دخليني بسرعة. جريت بسرعة من قدامه وانا عارفة تأثير الكلمة اللي انا قلتها دلوقتي عليه ايه، ورحت فعلا لاختي. وتاني يوم كانت رنا برضو نامت بالليل هي وبنتها، ومحمد كان جاي من الشغل تعبان، واول ما فتح باب الشقة جريت عليه وانا بقلعه الجاكيت وبقول له: تعالى يا محمد شكلك تعبان قوي النهارده. اه والله، وكمان كان شغل مستعجل لازم انا اللي اخلصه وتعبت فيه جدا. رديت بمكر وقلت له: شكلك جعان، تعالى اما احضر لك الاكل. معلش بقى لو هتعبك. لا ده انت تعبك راحه. ودخلت فعلا حضرت له الاكل وحضرت سفره شكلها رومانسي جدا، وقعدت انا وهو عليها وبدات اكله بايدي وقلت: شكلك تعبان قوي يا محمد النهارده، تعالى يا حبيبي تعالى ريح، انا هاكلك بايدي عشان ما تتعبش نفسك خالص. بصلي باستغراب وقال لي: والله ما انا عارف اودي جميلك دي فين، انا فعلا تعبان قوي وعايز ارتاح. طب وانت هتنام ازاي النهارده في اوضه رنا دي؟ البنت ما بتبطلش عياط طول الليل. ادخل انت نام في الاوضه اللي انا بنام فيها وانا هروح انام جنب رنا. والله تبقي عملتي فيا خير، ده انا مصدع جدا من الشغل ومش قادر خالص. طب يلا قوم بقى، انت ادخل نام وانا هروح انام جنب رنا. دخل محمد الاوضه وبعد شويه اتفاجئ بيا وانا داخله عليه الاوضه، وقعدت جنبه على السرير فاتفزع وقام بسرعه وقال لي: انت ايه اللي جابك هنا؟ ولحد هنا استنونا في الجزء الثاني من قصة النهاردة، ما تنسوش تدعموني بلايك للقصة واشتراك في القناة. بحبكم قوي، مع السلامة.